السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع المصارع أخويا وحبيبي. جولة النهاردة جولة سخنة جدا جدا، وإن شاء الله نجيب لمس أكتاف إن شاء الله، وربنا يكرمنا ودايما منصورين طول ما احنا بنعتصم بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. النهاردة صراع في حاجة غريبة جدا، الشيطان قدر إن يستخدم بعض الناس في إن هم يقولوا أمثلة، الأمثلة دي بتقدح في إيمانهم أو عقيدتهم أو تؤثر أو تكون مخالفة لما جاء في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظيفتنا النهاردة والحلقتين اللي جايين إن شاء الله، هم في ثلاث حلقات كده إن شاء الله، إن ربنا يصل لنا، إن احنا نغير مفهوم الأمثال دي ونوضح للناس موقف الشرع من الأمثال دي، أمثلة معينة، لكن إن شاء الله هنقول إيه موقف الشرع منها. تعالوا نشوفها بسرعة كده في عجالة سريعة، وزي ما قلت لحضراتكم إن شاء الله إن ربنا أحيانا سبحانه وتعالى بعد ما تنتهي حلقات المصارع كلها إن شاء الله بعد رمضان مباشرة يكون يعني حلقات المصارع كلها مطبوعة في كتاب المصارع، وحلقات رمضان اللي فات قاطعة هذه المنتجات برضه تكون موجودة في كتاب. ربنا يجمعنا وإياكم على خير. تعالوا نبدأ حلقة الليلة، ولكن بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. من ضمن الأمثلة المشهورة إن واحد يبقى مثلا شايف واحد غني أو مشهور او عنده اولاد، والراجل ده بقى اتحرم يا اما من المال او من الشهرة او من الاولاد، يعني هو اتحرم من النعمة اللي شايفها عند الانسان اللي قدامه ده، فهيبقى زهقان جدا ومتضايق، وبعدين ينفخ كده يقول سبحان الله، يدي الحلق للي بلا ودان. طبعا يا جماعة كلمة يدي الحلق للي بلا ودان دي فيها تلات آفات. الآفة الأولى إن هي فيها سوء أدب مع ربنا سبحانه وتعالى. إزاي إن أنا يعني عايز أقول لربنا إن أنا أدرى بالمصلحة مين اللي يستحق ومين اللي ما يستحقش؟ ده أولا فيها سوء أدب مع ربنا، تاني حاجة فيها اعتراض على قضاء ربنا، ربنا اللي بيوزع الأرزاق، أنت أدرى بمصلحة العباد أكتر من رب العباد سبحانه وتعالى. الحاجة التالتة إن فيها نسبة النقص إلى الله سبحانه وتعالى، واتهام ربنا بإن أعماله لا تقوم على حكمة، كأنه عايز يقول ربنا بيدي اللي ما يستاهلش وبيمنع عن الذي يستحق. اوعى تقول المثل ده تاني، رزق إيه أو يدي الحلق للي بلا ودان. من ضمن الأمثلة إن ممكن تلاقي واحد قابل صاحبه، إزيك يا فلان، عامل إيه، أخبارك إيه، اللي أخبار فلان إيه، فلان التالت دوت اللي هو بيسأل عنه ده مات. فصاحبه بيقول له اسكت، أنت ما دريتش؟ قال له خير؟ قال له ربنا افتكره امبارح. قال له ربنا افتكره امبارح امتى؟ قال له الساعه 5. الساعه 5 ربنا افتكره، معناها ان 5 الا 5 كان ربنا ناسيه. طبعا الكلام ده برضه غلط، لان ربنا سبحانه وتعالى قال وما كان ربك نسيا. ولما فرعون سال موسى عليه السلام قال فما بال القرون الاولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ده نفس المشكله بتاعت لما تخش على واحد مريض وزهقان وما عندوش رضا بقضاء ربنا سبحانه وتعالى، ازيك يا فلان وازاي اخبارك، شفاك الله عافاك، ازاي اخبارك، فتلاقيه بينفخ وبيقول لك افتكاره رحمه. واخد بالك؟ طبعا كلمه افتكاره برضه معناها ان ربنا كان نسيه، وما كان ربك نسيا. اوعى تقول عن واحد مات ربنا افتكره، انما نقول توفاه الله. اوعى تقول لو واحد دخل عليك وانت مريض ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين، اوعى تقول له افتكار رحمه، قول الحمد لله. حتى لو ذكرت التعب اللي عندك مفيش مشكله، بس سبق الكلام بكلمه الحمد لله كما قال ابن مسعود فمن سبقها بالحمد لله فليس بشاكن. اخبارك ايه يا حاج فلان؟ الحمد لله تعبان شويه يا ابني. اخبارك ايه يا فلان؟ الحمد لله الجرح شادد عليا شويه، فسبقتها بايه؟ بكلمه الحمد لله. من ضمن الاشياء اللي منتشره بين بعض الناس ان ممكن تلاقي واحد مركب حظاظه او خرزه زرقاء او اي حاجه من الحاجات ديت، فتقول له ايه الحظاظه دي او الخرزه ديت، يقول لك اسكت ما تعرفش ده بيجيب لي الحظ، البسها وانزل ماتش على طول اجيب 5 6 جوان، البسها واروح مش عارف في المكان الفلاني كل الابواب تتفتح. تقول له يا عم الخرزه ديت لا بتنفع ولا تضر، يقول لك اسكت انت ما انتش فاهم يا عم، ده اللي يعتقد في حجر ينفعه. طبعا الكلام ده تحس فيه كده برائحة الشرك عياذا بالله، انه بيعتقد ان الحجر بينفع او يضر من دون الله سبحانه وتعالى. وقد قال جل وعلا وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ولذلك سيدنا عمر امير المؤمنين عمر بن الخطاب في يوم من الايام يقف قدام اشرف واعظم حجر في الكون ده كله، اللي هو الحجر الاسود اللي هو النبي قال عنه انه حجر من احجار الجنه، فقال والله اني لاعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا اني رايت رسول الله يقبلك ما قبلتك. يعني انا بعمل كده عشان النبي قال كده، انما انا عن نفسي عارف ان انت حجر لا تنفع ولا تضر ولا ياتي النفع الا من عند المولى عز وجل سبحانه وتعالى.
واحد يبقى قاعد بيتكلم مع صاحبه فبيقول له يا اخي الحمد لله الباب المردود يرد القضاء المستعجل. مين اللي قال ان الباب المردود يرد القضاء المستعجل؟ ربنا لو اراد شيء هيتم، ولو كنت انت قاعد جوه 70 باب وقافلهم كلهم على نفسك. قال جل وعلا: واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. امال ايه المطلوب مني؟ خد بالاسباب وامشي في سكتك وامشي في مناكب الدنيا واطلب الرزق. فلو حصل اللي انت بتحبه قول الحمد لله، ولو حصل حاجة بتكرهها قول قدر الله وما شاء فعل، واوعى تقول الباب المردود يرد القضاء المستعجل. مفيش حاجة تمنع قضاء المولى عز وجل ان هي تنفذ. ولذلك سبحان الله، شوف برضو من ضمن الامثلة اللي مشهورة او منتشرة بين بعض الناس، يقول لك يا عم لو نزلت في ارض بتعبد العجل حش واديله. ايه سبب المثل ده؟ سبب المثل دوت واحد قايم بيؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر وبيدعو الناس الى الله سبحانه وتعالى، وشايف حاجه غلط عايز يغيرها بكل هدوء ورحمه، فالتاني يقول له يا عم ما تسيب الناس زي ما هم، هو انت اللي هتغير الكون؟ انت اللي هتصلح الدنيا دي كلها؟ يا حبيب قلبي انت ما سمعتش المثل اللي بيقول لك لو نزلت في ارض بتعبد العجل حش واديله؟ طبعا الكلام ده فيه دعوه للشرك، بان انا اطعم العجل اللي ايه اللي بيعبد من دون الله، وفي نفس الوقت دعوه الى النفاق، ان زي ما الناس بتعمل اعمل، اذا كانوا بيؤمنوا خليك معاهم وتبقى هي دي الايه السكه الكسبانه، ولو كفروا خليك وراهم. هو انت هتشز يا ابني على الكون؟ انت اللي هتصلح الكون؟ الكلام ده كله غلط. لا، احنا لابد ان احنا نؤمر بمعروف بكل معروف وننهى عن المنكر بغير منكر، وفي نفس الوقت يبقى كلامنا كله منضبط بضوابط الكتاب والسنه، وما نجاملش حد ابدا على حساب شرع الله سبحانه وتعالى. احيانا انسان يبقى عنده ثروه كبيره قوي وبيخش مشروعات وبيكسب والحمد لله، ومره واحده دخل مشروع كبير قوي فخسر كل اللي قدامه واللي وراه. دخل صاحبه بيساله اخبارك ايه يا فلان عامل ايه؟ فبيقول له اسكت، ده احنا عايشين في زمن غدار، ده زمن اسود يا اخي والله، تخيل فقدت مالي كله في لحظه، ده زمن كذا وزمن كذا وزمن كذا، يقعد يسب في الزمن. وطبعا ده سوء ادب مع ربنا، لان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الاقدار، وما فيش شيء بيحصل في الزمن الا بامر الله سبحانه وتعالى. ولذا قال جل وعلا في الحديث القدسي: يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر اقلب الليل والنهار سبحانه وتعالى. احيانا واحد يقول له مثلا ايه لصاحبه، يقول له انت لما كنت ساكن في المكان الفلاني عزلت ليه وسبت ورحت المكان الفلاني؟ يقول له والله يا اخي شاءت الظروف ان انا اسيب المكان دوت، وشاءت الاقدار ان انا اسيب الشغلانه الفلانيه ديت. والصواب ان الا الاقدار لا بتشاء ولا الظروف بتشاء، لان الظروف ديت او الظرف دي، الظروف دي جمع ظرف، وهي الازمان، والزمن لا مشيئه له، وكذلك القدر لا مشيئه له، وانما المشيئه تكون لمن؟ تكون لله سبحانه وتعالى. فبدل ما اقول شاء شاءت الظروف وشاءت الأقدار وشاءت المقادير، أقول شاء الله سبحانه وتعالى. ودي يا جماعة من باب بس تصحيح بعض المفاهيم البسيطة، وأحيانا ما بتكونش بسيطة، علشان نصلح ونشوف الأمثلة اللي بتتقال غلط نصلحها، ونقدر بعد كده ننظم كل كلماتنا حسب الشرع، لأن ربنا بيقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. من الأخطاء الشائعة إن واحد رايح يشتري حاجة فبص لقى واحد جنبه بيشتري حاجة سامحوني تافهة جدا جدا وسعرها غالي قوي. يعني مثلا رايح يشتري ميدالية فالراجل بيقول له اصل الميدالية ديت من ايام كليبر ومن ايام نابليون بونابرت، فالميدالية ديت بتتباع بنص مليون جنيه. يقول له والله رخيصة قوي، طب هاتها بنص مليون جنيه. فيقول بقى هيشتري الميدالية ديت بنص مليون جنيه ويشتري اللوحة الفلانية ديت باتنين مليون جنيه؟ صحيح يا اخي، زي ما بيقولوا رزق الهبل على المجانين. طبعا الكلام ده كله برضو غلط. ليه؟ لان رزق الهبل والمجانين والعقلاء كلهم على مين؟ على رب الارض والسماء سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال جل وعلا: وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. احيانا واحد يبقى ماشي في صحراء، وبعدين فجأة هو ماشي في الصحراء كده لقى زرع طالع في الصحراء، مفيش حد لا زرعه ولا حد سقاه ولا حد بيتعهد الزرع ده. فابنه يقول له: هو يا بابا ايه الزرع ده؟ يقول له: يا حبيبي ده زرع شيطاني. وبعضهم يقول لك: لا 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 يا اخي، ايه زرع شيطاني ده؟ حرام عليك، ده زرع اللهوي. يعني ايه اللهوي؟
واخد بالك؟ يعني الله طبعا كلمات ما ينبغيش انها تتقال. يعني ايه زرع شيطاني؟ اذا كان اصلا حبايب قلبي لا يجوز ان احنا نعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم يخلق، فكيف نظن ان الشيطان يخلق؟ امال ايه الصحيح يا شيخ محمود؟ نقول ايه يعني بدل ما نقول زرع شيطاني نقول ايه؟ نقول زرع رباني، نقول زرع رباني او نبت رباني. قال جل وعلا: الله خالق كل شيء. قال جل وعلا: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. يبقى بدل ما أقول زرع شيطاني أقول نبت رباني أو زرع رباني. تعالوا نكمل الأمثلة اللي عايزين نغيرها ونشوف موقف الشرع منها، ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل. تعالوا نشوف صراع مع الأمثال. الحقيقة موضوع خطير جدا ومهم جدا، قد يبدو أنه مش مهم لكن مهم جدا، أن في أمثلة يا جماعة ممكن الإنسان يتلفظ بها وهي خطأ، ممكن تقدح في عقيدة الإنسان وممكن تأثر عليه وممكن يؤاخذ عليها يوم القيامة. فإحنا بنلحق إخواننا وأحبابنا وحبايبنا اللي بنحبهم في الله، علشان كل واحد فيهم يعلم ان ربنا قال: ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. احيانا ممكن واحد يكون عنده طفل صغير فسنته انكسرت، ربنا يحفظ اولادك رب العالمين، فيقول لابنه ايه؟ عايز يعلمه حاجه بس علمها له غلط، فيقول له: حبيبي خد السنه، عايز السنه تطلع مكانها؟ يقول له: ايوه يا بابا. فيقول له: خد السنه واطلع بره في البلكونه وبص للشمس وقول لها: يا شمس يا شموسه، خدي سنه النانوسه وهاتي سنه العروسه، هتطلع لك سنه مكانها. فالولد يعتقد ويتربى على ان الشمس هي اللي بتخلق الاسنان، وده خطأ، لأن الشمس جند من جنود الله سبحانه وتعالى. قال جل في علاه: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي ذر: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس حين تغيب فإنها تذهب إلى عرش الرحمن وتخر ساجدة لله سبحانه وتعالى. من ضمن الأشياء اعتقاد بعض الناس أن لما الإناء أو الكباية تتكسر يبقى خدت الشر وراحت. تلاقي الحاجة قاعدة ربنا يحفظها وفجأة ابنها الصغير راح كسر الكباية، أبوه رايح يضربه تقول له: ما تضربوش، خلاص خدت الشر وراحت. ايش عرفنا ان الاناء اللي اتكسر ده خد الشر او جاب الخير؟ ها يعني هل هو بيملك ان هو ياخد الشر او يجيب الخير؟ لا يملك ذلك الا الله سبحانه وتعالى. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فالاناء لا ياخذ الخير ولا ياخذ الشر ولا ياتي بالخير، وانما الذي ياتي بالخير هو الله سبحانه وتعالى. طب الصواب نقول ايه؟ الصواب لما يتكسر الاناء نقول: قدر الله وما شاء فعل. يبقى بدل ما نقول خد الشر وراح نقول قدر الله وما شاء فعل. بعض الناس بتعتقد، وخصوصا الناس الطيبين الكبار، مثلا قاعدين ففجأة الحاجة قاعدة في البيت وفجأة بنتها قامت عشان تكنس البيت بالليل، تقول لها: يا بنتي اوعي تكنسي بالليل يا حبيبتي، هو انت مش عارفة ان كنس البيت بالليل بيجيب الخراب؟ مين اللي قال ان بيجيب الخراب؟ طبعا الكلام ده كله ليس عليه اي دليل، بل ان بعضهم لو مثلا زوجها سافر لبلد ما، فلما سافر فابنها قام بالليل عشان يكنس، بتقول له: حبيبي انت بتكنس البيت؟ يبقى ابوك ما هوش راجع من السفر. فتعتقد ان كنس البيت ده دليل على ان الرجل مش راجع من السفر، وكل دي من الاعتقادات الخاطئه اللي نتمنى انها تغيب بين المسلمين. وبعضهم بيظن ان فتح المقص بالليل وقفله يجلب للانسان المصائب، وهذا ايضا من الاعتقادات الخاطئه. احيانا واحد قاعد مع صاحبه فبيقول له: اخبارك ايه يا فلان؟ يقول له: الحمد لله رب العالمين. ها دخلت الكليه؟ قال له: اه. دخلت كليه ايه؟ يقول له: بص بقى امسك الخشب، دخلت كليه الطب. واحد تاني قابل صاحبه: اه يا فلان دورت على وظيفه؟ اه دورت ولقيت، الحمد لله ربنا اكرمني بوظيفه خطيره. طب اتوظفت فين؟ امسك الخشب، اتوظفت مخرج كبير في قناة اقرأ. ايه يا فلان اتعينت كذا كذا. فيعتقد ان كلمة امسك الخشب هي التي تصرف العين والحسد عنه، وده خطأ، لان الذي يصرف عنك العين والحسد ان انت اولا تستعين بالله وان انت ترقي نفسك. يبقى مطلوب حاجتين اخويا وحبيبي، مطلوب حاجة من اللي ربنا انعم عليه
ان هو يرقي نفسه، ومطلوب من التاني اللي هو شاف نعمة ربنا على اخوه ان هو يقول بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله اللهم بارك. يبقى ده المطلوب. قال جل وعلا ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله. والنبي قال للصحابة اللي هو حسد واحد تاني قال الا بركت. يبقى اذا نخرج بالموضوع ده بحاجتين، لو ربنا انعم عليك بنعمة ارق نفسك واحمد ربنا، ولو شفت نعمة على حد قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم بارك. فدي تمنع الحسد وتمنع العين. من ضمن الأشياء اللي موجودة، فلان اتجوز وفلان رايح يبارك له، سلام عليكم ازيك يا فلان بالرفاء والبنين. طب ودي فيها ايه ديت؟ هي فيها حاجة بس مهمة أوي هقولك عليها دلوقتي. بالرفاء كلمة جميلة أوي حلوة جدا، بالرفاء يعني ربنا يجعل ما بينك وما بين زوجتك وقام وود وحب وعشرة طيبة، دي كلمة حلوة أوي جميلة. إنما والبنين فيها مشكلة. إيه المشكلة؟ إن كانوا في الجاهلية كانوا بيحبوش يخلفوا البنات، وكانوا بيعتبروا إن خلفة البنات دي كانت عار، وإنتوا بعرفين إن كان في زمان في الجاهلية كان وأد البنات. فجاء الإسلام فوضح لأ، خلفة البنات عمرها ما كانت عار وعمرها ما كانت وحشة، بل بالعكس ده خلفة البنات دي بتكون سبب خير كبير جدا. واسألوا اللي خلف البنات ربنا بيكرمه برزق واسع وربنا بيحفظه وبيكرمه، وكمان البنات ستر من النار وسبب من أسباب دخول الجنة وسبب من أسباب دخول الجنة وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. الأولاد هبة، هدية من عند ربنا سبحانه وتعالى، سواء كانوا ذكور أو كانوا إناث كله هبة وهدية من عند ربنا. طيب ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. حديث الثاني من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا وضم بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن صحبة البنات أو خلفة البنات بتكون سبب دخول الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى، وبتكون سبب صحبة النبي في الجنة، وبتكون سبب النجاة من النار. أما لما عوز بقى ان انا ابارك لانسان اقول له ايه؟ خد بالك من حاجة، اني مش هقول له بقى بالرفاء والبنين، هقول بارك الله لك وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. واضح كده؟ ده اللي كان بيقوله النبي صلى الله عليه وسلم. احيانا واحد بيسأل صاحبه فبيقول له انت هتشغل مين معاك في الشركة؟ يقول له بصراحة انا قعدت ادور ودورت كتير اول حد ما في الاخر لقيت فلان ده افضل واحد وانسب واحد. يقول له يا راجل حرام عليك ما لقيتش غير الغبي ده، ده طور الله في برسيمه. طبعا لفظ صعب قوي قوي، معنى كده ان هو اثبت ان في ثور للناس وفي ثور لله، واثبت ان ثور الله سبحانه وتعالى حاشا لله ان يكون له كذلك، واثبت ان ثور الله لا يفهم وان ثور الناس هو اللي بيفهم. فقال ده طور الله في برسيمه. طبعا كلمة يا جماعة فيها سوء أدب شديد جدا مع ربنا سبحانه وتعالى، ده من ناحية. ومن ناحية تانية فيها غيبة لمسلم من المسلمين، ما هو شتم الرجل التاني، يبقى إذا فيها سوء أدب مع ربنا وفيها غيبة لواحد من المسلمين. فاوعى حد يسألك تقول له ده طور الله في برسيمه، اوعى تقول الكلمة دي، الكلمة فيها سوء أدب مع ربنا. أحيانا واحد يقول له يعني في مسجد جنبنا بيتبني ومحتاجين تبرع، او في المسجد بنعمل مساعدات للاسر الفقيره، فيقول لك بص يا عم انت ما سمعتش المثل اللي بيقول اللي يعوز البيت يحرم على الجامع؟ يا عم يحرم على الجامع، ومين قال ان اللي يعوز البيت يحرم على الجامع؟ اخويا وحبيبي المال مال ربنا، وربنا بيستخلفنا في المال ده عشان يرى اذا كنا هنستعمل المال في طاعته ولا في معصيته. فالمال مال ربنا. انا معاك لو ما كانش معاك غير مبلغ بسيط جدا لا يكفي الا لقوت اولادك وزوجتك، ففعلا في الوقت ده ان البيت اولى. بس اوعى تقول في اللحظه ديت اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، لا ما يحرمش على الجامع، يعني الجامع ده بيت ربنا سبحانه وتعالى. انما اقول ايه؟ أقول يا أخي والله أنا معذور وظروفي ما تسمحش والفلوس اللي معايا يدوب تكفي بيتي وأولادي أولى، إنما ما تقولش اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. أحيانا ولد بيقول لوالده أنا رايح أزور عمي، يقول له عمك مين يا حبيبي وخالك مين؟ أنت ما سمعتش المثل اللي بيقول الأقارب عقارب؟ المثل ده طبعا منتشر جدا جدا بكل أسف، الأقارب عقارب، والكلام ده يخالف شرع ربنا ويخالف سنة نبينا، لأن ربنا أمرنا بصلة الرحم. فقال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟
أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يبسط له في رزقي وأن ينسأ له في أثري فليصل رحمه. حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما جاله واحد بيقول له: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. اوعى تقول في يوم من الأيام الأقارب عقارب. الأقارب دول صلة رحم ربنا أمرك أن أنت تصلها، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن أنت تصل قرايبك. اوعى في يوم من الأيام تقول أقارب عقارب، حتى لو هم قطعوك أنت تصلهم، ولو حتى بالمكالمة، ولو حتى بالرسائل، ولو حتى بأن أنت تبعت لهم هدية، ولو حتى أن أنت في العيد تتصل وتسلم عليهم. أحيانا واحد بيوفق رصين في الحلال زي ما بيقولوا، بيجوز فلان على فلانة، وبيحاول بقدر إمكان يعرف مثلا أن فلان عنده بنت فاضلة، وعارف أن فلان عنده ابن فاضل، فيحاول يوفق الاثنين ويمشي في جوازة كده عشان ربنا يكرمه وياخد أجر تأسيس وإقامة بيت مسلم. لكن أحيانا بيحصل مشاكل، أحيانا يجي يوفق جوازتين مع بعض، البنت تقع في واحد مش كويس، أو الولد يقع في بنت مش كويسة، والاتنين يجوا يتخانقوا معاه يقولوا له: أنت السبب في الجوازة ديت، وأنت اللي عملت فينا، وأنت اللي وقعتنا في العيلة ديت. فيجي واحد يقول له: انت يا ابن الحلال، ايه اللي خلاك تمشي في الموضوع ده؟ انت ما سمعتش المثل اللي بيقول امشي في جنازة ولا تمشي في جوازة؟ طبعا المثل دوت غلط، امال ايه الصح بتاعه؟ الصح بتاعه امشي في جنازة وامشي في جوازة، وانت بكل ما في الامر ان انت بتقدم الخير وبتقول للناس: يا جماعة انا لا اعرف مكنونات الصدور، انا بوفق الاخت دي مع الاخ ده، والاخ ده مع الاخت دي، والعيلتين دول مع بعض، انا ما اعرفش الناس دول داخلياتهم ايه، انا كل ما في الامر باخد بالاسباب يا جماعه، ونفسي اقدم الخير عشان اعفاف بنات وشباب المسلمين. لو حصل ان جت مشكله بعد كده دارت ما بينكم، انتم البدايه يا جماعه، انا بدلكم على بعض، وانتوا اسالوا على بعض وحاولوا تتحروا المساله، لكن لو حصل مشكله انا ماليش ذنب في الموضوع. فاذا في النهايه امشي في جنازه تاخد أجرها، وامشي في جوازة برضو تاخد أجرها. أحيانا يقول لك: فلان مات، فتيجي تلاقي واحد بيقول إيه: فلان الفلاني دفن في مثواه الأخير. والكلام ده غلط، لأن المثوى الأخير كده، المثوى الأخير عمره ما كان القبر، المثوى الأخير ده القبر بالنسبة للناس اللي بينكروا الآخرة، وانت ما بتنكرش الآخرة، انت عارف ان في آخرة وفي يوم قيامة وفي جنة وفي نار. أمال المثوى الأخير فين يا شيخ محمود؟ المثوى الأخير إما في الجنة وإما في النار. ربنا يجعل مثواي ومثواكم الجنة يا رب العالمين. أحيانا واحد رايح يعزي واحد، فداخل يعزيه، فداخل: السلام عليكم يا فلان، ووالدك توفى الله يرحمه رحمة واسعة، البقية في حياتك. كلمة البقية في حياتك توهم ان الراجل ده كان ميت ناقص عمر، فربنا يكمل النقص اللي حصل في عمره ده ويديهولك انت. وطبعا الكلام دوت غلط، لان مفيش حد بيموت ناقص عمر. قال جل وعلا: فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. وقال صلى الله عليه وسلم: ان روح القدس نفث في روعي ان نفسا لن تموت حتى تستكمل اجلها. طيب اقول ايه للواحد اللي انا رايح اعزيه؟ قول الكلام اللي هتسمعه ده ونختم بيه. إن أنت ما تقابل واحد وعايز تعزيه، قل له: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده إلى أجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. قال الشيخ الألباني: وهذا الحديث أحسن ما يعزى به. مش قادر تحفظه، قل له: عظم الله أجرك، أجرك الله. أي حاجة، إنما ما تقولوش البقية في حياتك، لأن ممكن رجل يصدقك فيظن إن فعلا الحياة بتاعت قريبه اللي مات هتكمل عنده. ربنا يجمعنا وإياكم على خير. تعالوا نكمل بكرة إن شاء الله مع صراع مع الأمثال، ونصحح الأمثال الخطأ اللي بتشاع بين بعض المسلمين، علشان كلنا عارفين أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نتقابل بكرة إن شاء الله مع صراع مع الأمثال الجزء الثاني. بحبكم في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايشين سنين العمر نتصارع من دوامات الدنيا والشوائب، مليون